يا صباح الخير والامل والسعاده، يسعد صباح حضراتكم جميعا بكل الخير. النهارده بتجدد لقائنا معاكم في صباح جديد وفقرات دايما مختلفه ومتنوعه من صباح البلد. هنكون معاكم من دلوقتي على مدار ساعتين على الهواء مباشره. النهارده الثلاث 6 ديسمبر 2022 12 جمادى الاولى 1444 هجريه. اسمحوا لي في البدايه اصبح على داليا. صباح الفل والجمال عليك يا داليا. صباح الفل يا هند، يومك حلو يا رب ان شاء الله. نوع علينا كلنا كده. صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا. بدانا يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح البلد على شاشتكم صدى البلد. بنكون مع حضراتكم يوميا من الساعة 8 للساعة 10 كالعادة. عندنا مواضيع جديدة ومختلفة إن شاء الله تعجبكم. أهم حاجة نكون ضيوف خفاف على قلوبكم، ويومكم يا رب يبدأ بضحكة حلوة وينتهي كمان إن شاء الله بضحكة حلوة إن شاء الله. وهنكون سعداء أكيد بتواصلهم معانا من خلال صفحتنا الموجودة على الفيسبوك أو أرقام تليفوناتنا اللي ظهرت دلوقتي حالا قدامكم أسفل الشاشة. وخلينا نبتدي النهاردة داليا من إنجازاتنا المصرية المستمرة على كل شبر من أرض مصر الغالية. امبارح تابعنا كلنا الحقيقه انجازات جديده بتضاف لبلدنا العظيمه مصر. شفنا حجم الانجاز اللي اتحقق في عروس البحر الابيض المتوسط مدينه اسكندريه خلال افتتاح محور التعمير المشير ابو ذكري، وعدد الحقيقه من المشروعات القوميه الكتيره والمهمه جدا واللي بتمثل اضافه قويه للتنميه في مصر. شفنا حديث خليني أوصفه وأقول إن هو كان حديث المكاشفة والمصارحة والأمل اللي اعتاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن يكون منهج للمصريين عشان يكون عندهم درجة كبيرة ومهمة من الوعي. الوعي بإيه؟ الوعي بكل خطوات الدولة اللي بتضع مصلحة المواطن في أولوية وصدارة أي مشروع بتنفذه. الرئيس امبارح خلينا نقول وجه عدة رسائل هامة للمصريين، منها مثلا التأكيد على اللي بتستهدفه الدولة المصرية بإصرارها على استكمال مسيرة التنمية والبناء رغم التحديات وفق المستجدات العالمية واللي بتفرضه من تداعيات سلبية كلنا عارفينها. يعني وقت أزمة كورونا عجلة التنمية لم تتوقف، وقت الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية عجلة التنمية أيضا لم تتوقف. باختصار ليه؟ لأننا لا نملك رفاهية الوقت. طبعا احنا كلنا عارفين ومقدرين مدى أهمية المشروعات دي في رفع معدلات النمو وخفض نسب البطالة. حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اشتمل على دعوة لإنشاء صندوق صيانة لمباني مشروعات الإسكان زي بقى الأسمرات، بشاير الخير اللي شفناها امبارح وتابعناها بمراحلها المختلفة. ببساطة شديدة الصندوق ده هيكون هدفه هو الحفاظ عليها وضمان انها تستمر كما كانت عليه منذ افتتاحها. ليه؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح اشار لنقطة مهمة، ان احنا ما بنجيش الافتتاحات دي عشان نسقف ولا علشان نفرح بلحظة وقتية تنتهي، لكن احنا المشروعات العملاقة دي هي بتساهم في استعادة ريادة مصر المعمارية في العالم اجمع. وعلشان نستمر بهذا الشكل تكون من أول يوم لحد طول الوقت إن شاء الله بنفس الشكل ده، فمحتاجة صيانة دورية، ومحتاجة مننا كمان يكون عندنا الحقيقة ثقافة بأهمية الحفاظ على ممتلكاتنا. ما دي كلها ممتلكاتنا، يعني دي مش حاجة يعني نخرب فيها ولا كده، لا نحافظ عليها، لأن الحقيقة هي فيها عرق وجهد المصريين لسنين طويلة جدا. بنقول ان مشروع زي محور المشير ابو ذكري هو اضافه ونقله نوعيه ضخمه وانجاز غير مسبوق. احنا فعلا الحقيقه مش بنبالغ لما بنقول ده، لانه ببساطه شديده جدا مشروع زي ده هيفتح افاق تنمويه جديده لمنطقه غرب اسكندريه. هو تقدر تقول كده عليه شريان حياه بيربط بين اسكندريه والساحل الشمالي، امتدادها العمراني، بيربط بين التوسعات الجاريه حاليا في موانئ اسكندريه، الدخيله، الاباري وغيرها من المشروعات المهمه. فبالتالي هو مش مجرد محور للطريق، لكن ده مشروع تنموي كبير يا داليا. طبعا يعني هند كلنا لمسين النقله والطفره اللي حصلت في الطرق، مفيش حد مننا يقدر ينكر دلوقتي محور رود الفرج قد ايه مهم جدا ووفر علينا زحمه كتير جدا. أكيد. لما نيجي نتكلم عن الدائري الاوسطي غير الدنيا تماما في طرق، الحقيقه فعلا بقت نقله في الطرق. كل الناس دلوقتي بتقول ان الدنيا ما بقتش زحمه زي الاول، ان احنا عارفين نوصل اسرع وافضل، ولسه ان شاء الله مع خطه التطوير اللي احنا بنعملها اكيد الدنيا هتبقى افضل. فمحور التعمير الجديد ده نقدر نقول كده ان هو بيعتبر دلوقتي خطوه جديده في اضافه كده في تنفيذ استراتيجيه الدوله في انشاء شبكه الطرق والمحاور على امتداد المحافظات الجمهوريه كلها، مش بس في القاهره. يمكن القاهره كانت البدايه، ولكن هنستمر في كل الاماكن كان في تطوير في كل المحاور والطرق.
عايزه اقول لكم ان المحاور دي مش بتقتصر فقط على تسيير حركه المرور وانتقال المواطنين، ولكن اصبحت من المحاور المروريه الجديده دي شرايين للحياه بتقدر انها تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم والتجمعات السكنيه الحديثه، وكمان بتعزز من العوائد الاقتصاديه والتجاريه وتقدر توفر فرص عمل بشكل اكبر. كل هذه المشروعات باذن الله هيكون ليها اثر ايجابي كبير جدا في تخفيف التكدس المروري وكمان توفير الوقود. الحقيقه ان مصر بتشهد دلوقتي انجازات ملموسه على ارض الواقع، مش مجرد كلام بنقوله وخلاص، مش مجرد حكايات بنحكيها، مش مجرد خيال عايزين نعيش فيه، ولكن ده موجود بالفعل. مشروعات البلد اللي احنا شايفينها دلوقتي البلد ما شافتهاش من 30 سنه، كل الطرق اللي حضراتكم شايفينها، كل سهوله المرور دلوقتي اللي انتم شايفينها، كل ده ما شفناهوش بقالنا سنين. كل ده علشان نقدر دلوقتي ان احنا نخلي الدوله المصريه زي ما احنا بنحلم بيها. كل ده طبعا اكيد في الاخر بيعكس جديه الدوله في اصلاح المنظومه لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجيه والداخليه، خاصه ان المستثمر لما بيجي عندك هنا اكثر ما يعنيه هو وجود منظومه طرق جيده في بيئه صالحه للاستثمار. ده اللي ان شاء الله هنشوفه وبنشوفه كل يوم، وباذن الله يتحقق اكثر واكثر ونشوف بلدنا زي ما احنا كده دايما جوانا بنبقى شايفينها احسن بلد في العالم، بنشوفها دايما في تقدم وازدهار، ونشوف كل الطرق باذن الله في كل محافظات الجمهوريه، مش بنتكلم في محافظه بعينها، في كل محافظات الجمهوريه الطرق دلوقتي. يعني بنها الحر مثلا ده طريق وفر على ناس كتير جدا، كباري كتير جدا وفرت على ناس مجهود ووقت، وفعلا البنزين كمان هيوفر عليكم كتير. فان شاء الله نشوف بلدنا زي ما بنحلم نشوفها، نبطل نقول زي بره احلى، الطرق بره احلى، عندنا دلوقتي بلدنا جميله أحلى. وكل حاجه على ارض الواقع احنا شايفينها ولمسينها. والاجمل والاهم ان احنا مش بس بنبني طرق ولا بنبني مباني، احنا بنبني انسان، وهو ده اللي تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هي دي التنميه المستدامه. احنا لما بيكون في نقله حضاريه من مكان ومناطق عشوائيه كانت غير مخططه وغير امنه زي غيط العنب وغيرها زي ما استعرضناها امبارح كده في الافتتاح الهام، الحقيقه ان ده بيكون مش نقله بس في المباني لكن نقله في المعنى وبناء الانسان. والحقيقه قبل ما نبدا نقول لحضراتكم فقراتنا النهارده، خليني يعني اشيد باللفته الانسانيه الكريمه، وهو تسميه هذا المحور بالمشير فخري ابو ذكري، لان هو كان احد اهم وابرز قاده القوات البحريه في تاريخ مصر الحديث. هو كان قائد القوات البحريه في حرب اكتوبر 1973 طبعا، وكان له دور مهم جدا في التخطيط لتدمير المدمره الاسرائيليه ايلات. فهي دي الدولة المصرية بلفتتها الإنسانية الكريمة اللي مش بس بتبني وبتعمر لكن عمرها أبدا ما بتنسى اللي قدم ليها إنجازات على مر الزمان. حقيقي حقيقي فخورين جدا جدا ببلدنا الغالية مصر، وتحيا مصر دائما وأبدا بقادتها وبسواعد أبنائها، وإن شاء الله إلى الأمام دائما. خلينا بقى نقول لحضراتكم فقراتنا ايه النهارده. كالمعتاد عندنا فقرات متنوعه ان شاء الله تعجب حضراتكم. هتكون البدايه مع ابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف، هيكون معانا فيها الدكتور ممدوح اسماعيل وكيل كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره. فقرتنا الثانيه لن تختلف اطلاقا عن المقدمه بتاعتنا النهارده، زي ما اتكلمنا كده هنتكلم عن المشروعات الكبيره والطرق والمحاور اللي بتشهدها مصر واهميتها الكبيره في التجاره وتيسير احوال المواطنين، ده غير اهميه سرعة الإنجاز في هذه المشروعات. هيكون معانا ضيفنا النهاردة اللي هينورنا دكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف. إن شاء الله فكرة تكون مهمة جدا. إن شاء الله. بقى دلوقتي كده نطمن على حالة الطقس، يلا بينا نشوف الطقس أخباره إيه عشان الجو برد قوي. خلينا نبدا مع حضراتكم كده حلقتنا بقى ونتعرف على حاله الطقس النهارده. يتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه طقس خريفي مائل للبروده في الصباح الباكر لطيف ليلا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبروده في اول الليل وبارد في اخره على اغلب الانحاء. خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده على عدد من محافظات الجمهوريه، والبدايه كالمعتاد من العاصمه القاهره اللي العظمى فيها النهارده الثلاث بتسجل 22، اما الصغرى 15، اسكندريه 22 14، الاسماعيليه 23 12، الدقهليه 23 14، الغردقه 24 17، والمنيا 22 12. خلينا كمان نروح لبعض العواصم العربيه والعالميه ودرجه الحراره هي كالتالي، والبدايه من العاصمه السعوديه الرياض
اللي العظمى فيها النهارده بتسجل 29، اما الصغرى 15. ابو ظبي العظمى فيها النهارده 31 والصغرى 21. انقره 10 اما الصغرى 1 تحت الصفر. لندن 7-1. واشنطن 11-9. واخيرا بكين العظمى فيها 5 والصغرى 8 تحت الصفر. بعد ما اطمنا كده على احوال الطقس النهارده، خلينا كمان اطمنكم على اسعار العملات والذهب النهارده اخبارها ايه. ونبدا مع اسعار العملات. البدايه تكون مع الدولار الامريكي، سجل النهارده دولار امريكي للشراء 24 جنيه 53 قرش، اما للبيع 24 جنيه و60 قرش. اليورو سجل النهارده للشراء 25 جنيه 97 قرش، اما للبيع 26 جنيه و6 قروش. جنيه استرليني سجل النهارده للشراء 30 جنيه و17 قرش، اما للبيع 30 جنيه 27 قرش. الريال السعودي سجل النهارده للشراء 6 جنيه 52 قرش، اما للبيع 6 جنيه 54 قرش. الدينار الكويتي سجل النهارده للشراء 79 جنيه 94 قرش، اما للبيع 80 جنيه 29 قرش. خليني كمان كده اطمنكم على اسعار الذهب النهارده اخبارها ايه، وطبعا في ارتفاع في اسعار الذهب النهارده. والبدايه مع عيار 18، سجل عيار 18 1569 جنيه. عيار 21 سجل النهارده 1830 جنيه. عيار 24 سجل 2091 جنيه. اما الجنيه الذهب اخيرا طبعا ارتفع عن امبارح 14640 جنيه. وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معانا النهاردة الأستاذ الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. دكتور بتنورنا دايما وبنتشرف بوجود حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتكم الساده المشاهدين. هنبدا جولتنا بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحور التعمير بالاسكندريه، محور ابو ذكري، الذي يمتد بطول 35 كيلو مترا من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي حتى طريق سيدي كرير مطار برج العرب، بواقع 9 حارات مروريه لكل اتجاه. واوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لريال رئاسة الجمهورية أن محور التعمير الجديد، محور أبو ذكري، يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانا تنمويا حيويا لربط الإسكندرية مدينة العالمين الجديدة عبر الطريق الساحلي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بتكريم الدكتور عبد السلام سالم الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة القاهرة والاستشاري المشرف على تنفيذ محور التعمير، محور أبو ذكري، كما حرص على أخذ صورة تذكارية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من العاملين المنفذين لمحور التعمير، محور أبو ذكري. دكتور ممدوح، احنا امبارح كلنا تابعنا الافتتاح اللي حصل في محور التعمير وشفنا يعني أهمية هذا المحور، لكن خليني أتكلم على الجهود اللي بتقوم بيها الدولة بشكل كبير في منظومة الطرق. يعني خليني أقول إنه مشروع قومي بيتولد قدام المصريين وبنحس بنتائجه على طول، يعني اللي بيتحرك على طول بيحس بنتائجه، وحتى في مراحله لما كل مرحلة بتخلص احنا شايفين المرحلة وشايفين اللي بعدها، زي ما يكون ايه طفل بيكبر قدامنا لحظة بلحظة. شايف المجهود ده عامل ازاي؟ هو الحقيقة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، لو بنضع عنوان لهذا الخبر الحقيقة هيكون الطريق إلى المستقبل. الحقيقة إنه على مدار يعني فترة الإصلاح الحالية اللي بدأت من 2014 وحتى اللحظة، يعني شهد منظومة كبيرة من مجالات عدة، منها طبعا موضوع الطرق. الحقيقة إنه كانت هناك جدلية على مدار فترات طويلة بين تنمية البشر أم تنمية الحجر. الحقيقة ده مثال وشاهد على أن كلاهما مهم، وأن تنمية الحجر هي مفردة أساسية بأن البشر وهم الإنسان يعني يعملوا في بيئة جيدة بطرق جيدة ببيئة عمل مناسبة. فبالتالي المفردتين
البشر والحجر هي مسألة تكاملية وليست حدية. فبالتالي في هذا السياق بتأتي هذه الافتتاحات الكبرى، هي مفردة مهمة في مجال التنمية، ليست فقط ودي نقطة مهمة جدا، ليست فقط مسألة جغرافية مجردة، بل هي نقلة عمرانية من المحدود إلى المتاح، انتقال إلى المناطق التي لم تكن معمورة بشكل كافي. نتحدث دائما سابقا عن الوادي والدلتا، اليوم نتحدث عن المواقع التي كانت غير معمورة بشكل كافي. فبالتالي هي مسألة تنموية بامتياز، هي مفردة من مفردات التنمية الشاملة. فظني أنه يعني هذه النجاحات ترقى إلى الملحمة. شهدنا حالة من الالتزام الفني بالمواصفات الجودة العالمية، شهدنا حالة من الالتزام الزمني، شهدنا حالة من الالتزام المالي. وهنا يمكن نشير إلى بعض المداخلات اللي أشار إليها فخامة الرئيس بالأمس، إلى أنه التكلفة المالية ربما كانت تكون أقل لو أن هناك مقدمات لها، وأشار بتعملت من قبل سنين يعني صغيرة كده. طبعا دي نقطة مهمة، وأيضا مسألة السلوك وبعض التجاوزات اللي حدثت، ده تعديات وغيرها يعني رفع التكلفة، لكن حرصا من الدولة على تعويض هؤلاء رغم ان هم يعني في مخالفات. رغم ذلك طبعا كما اشار سيادته بالامس كان في تعويضات كبيره جدا. وبالتالي الشاهد انها حاله يعني من التنميه الشامله، حاله من الحوكمه. حينما نتحدث ايضا على التفاعل ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الاهلي غير الحكومي، هي مفرده مهمه من مفردات الحوكمه الواعيه، أنتجت هذه الحالة التي يشعر بها كل مواطن، وتنمي لديه إحساس بالمواطنة وبالانتماء لهذه الدولة. دكتور ممدوح، حضرتك وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عايز أسأل سؤال اقتصادي شوي. لما أعمل هذا المحور اللي بيربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب وربط الإسكندرية بمدينة العالمين الجديدة عبر الطريق الساحلي، القيمة المضافة لهذا المحور اقتصاديا بالمينا بمدينة العالمين ببرج العرب، برج العرب مدينة صناعية يعني ما وفيها مصانع كتير، القيمة المضافة اللي ممكن تحصل لي بعد هذا الطريق أو هذا المحور؟ هو طبعا زي ما أشرنا في التعليق السابق على أنه هي استمرار لمنظومة كبيرة، نتحدث عن 1000 كيلو من الأمطار حدثت في فترة الإصلاح من الطرق الرئيسية، 7500 كيلو من المشروعات الداعمة. وبالتالي هي حالة من اللوجستيات والطرق والمفردات التي تمثل مدخلات لحالة التنمية. فبالتالي اقتصاديا هي مفردة بامتياز فيما دائما ما كنا ننادي به وبوحى صوتنا الحديث عنه، وهو مسألة التوطين وتعميق المكون المحلي. حينما يكون لدينا يعني هذه التيسيرات وهذه المدخلات وتاليا تترتب عليها منظومة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية الكبيرة جدا، تأتي المخرجات والعوائد والأثار على المدى القصير والمتوسط والطويل في إطار حالة من النمو الاقتصادي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، بما ينعكس بقى على كل مفردات الأوضاع الاقتصادية، خصوصا مع الأزمة العالمية الشديدة اللي احنا بنعاني منها كل دول العالم يعني. فبالتالي مثل هذه المشروعات تبقى نقطة مضيئة في هذا الزخم من المشاكل والتحديات العالمية. صحيح. طب أنتقل لخبر آخر وهو أيضا خبر مهم، حيث وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تحية إلى كل أيادي الخير في مصر الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنني أتوجه إليكم في اليوم العالمي للتطوع بكل الشكر والتقدير، فأنتم أمل مصر ومستقبلها. يعني يوم مهم، وكلمة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في هذا اليوم العالمي للتطوع أيضا يوم مهم. هل المصريون وصلت إليهم ثقافة التطوع بشكل كبير؟
وطبعا دي نقطة مهمة جدا، احنا ايضا نضع عنوان هنا رد الجميل. اذا كان المتطوع هو يرد الجميل لدولته بشكل غير هادف للربح وبشكل تحمل مسؤولية ذاتية، فمثل هذا التقدير هو رد لهذا المتطوع بشكل واضح جدا. طبعا التطوع هو سمت على مدار التاريخ المصري، نتحدث عن جهود تطوعية في كثير من المجالات، مساجد وبيوت ودور رعاية. جامعة القاهرة بالمناسبة هي نفسها بدأت بعمل تطوعي، الأميرة فاطمة إسماعيل باعت مجوهراتها عشان تساهم في إنشاء هذه الجامعة. وبالتالي نحن نتحدث عن ثقافة مترسخة في العمل التطوعي، تاليا ترجم في شكل مؤسسي في إطار الجمعيات الأهلية، والتي يشهد للحالة المصرية بكثير من الجمعيات الفاعلة. طبعا هناك تحديات أمام جمعيات أخرى، ولكن هذا العمل التطوعي بيشهد له في مساهمة في كثير من مراحل صنع السياسات العامة للدولة والتخفيف عن الدولة في كثير من السياسات. نتحدث عن طرح قضايا جاءت من الجمعيات الأهلية، نتحدث عن مساهمة في تمويلات فنية ومالية، نتحدث عن صياغة ومساهمة في صياغة سياسات بأوراق عمل، بمؤتمرات، بندوات، بوقفات سلمية إلى آخره، تاريخ طويل. ثم تاليا مشاركات في اتخاذ القرار في عضويات لجان وغيره، وتنفيذ وإسناد مشروعات إلى كثير من الجمعيات، سواء في القطاع التعليمي أو القطاع الطبي إلى آخره. وبالتالي العمل التطوعي ليس غريبا على الحالة المصرية، سواء في شكله الذاتي البشري الإنساني الفردي أو في شكله المؤسسي. ويعني بالتالي مثل هذه الإشارات الحقيقة بتزيد من روح التطوع وتدفع به إلى الأمام، وتقدر طبعا البازلين لهذا الجهد، ثم تجعلهم نموذج ويعني يحتذى، بحيث تزداد العمليات التطوعية. لأن طبعا دايما بنتكلم على أن الشراكة الثلاثية ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الحكومي والعمل التطوعي غير هدف ربح، هي شراكة واعية يجب أن تنعكس في كل مفردات الخدمات. نتكلم على الجامعات، ملتقات التوظيف بتبقى فيها دور للجامعات والقطاع الخاص، نتكلم على كثير من المشروعات الحقيقة. طيب بما أنك جبت سيرة الجامعات، عندي خبر عن التعليم الجامعي. أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه بدراسة احتياجات السوق كان لابد من وجود مسار تكنولوجي، ومن ثم كانت الجامعات التكنولوجية، موضحا أن التعليم بهذه الجامعات تضم 60% جانب عملي وتدريبي و40% جانب نظري. وأضاف وزير التعليم العالي أن الإقبال على هذا النوع من الجامعات في مصر بات كبيرا للغاية وغير طبيعيا، خاصة وأن تجربة الجامعات التكنولوجية أثبتت وجود إقبال كبير من الطلاب، حيث وصل عدد الطلاب الملتحقين بهذا التعليم حوالي 12 ألف طالب. يعني الخبر ده يعني خبر يسعدني، أو أعتقد يسعد ناس كتير. ليه؟ لأنه أنا دلوقتي عارفة أن اللي هيتخرج بعد كذا سنة سوق العمل هياخده على طول، يعني حتى يعني مش هنقول بقى ايه ده اتخرج من الجامعة وقاعد على القهوة مش لاقي حاجة يعملها، ده البطالة كبيرة. لا، سوق العمل محتاج دول فعلا، يعني شكل التعليم التقليدي ما بقاش موجود. يعني شايف ده ايه؟ والله احنا بنراه يعني كعنوان نحو جامعات الجيل الرابع. احنا بنتكلم اليوم عن تطوير الجامعات بانها تنتقل بقى الى عصر الثورة الصناعية الرابعة، القائمة على التكنولوجيا وعلى التطور التقني وعلى التعليم التفاعلي وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى غيره من مفردات تمثل سمات للثورة الصناعية الرابعة. فبالتالي قطاع التعليم الجامعي هو يقف بامتياز في هذا الملف. حينما نتحدث عن معاناة عانى منها قطاع التعليم من خريجين غير مؤهلين لسوق العمل، من تعليم تقليدي تلقيني قائم على الحفظ و يعني التلقي العلمي فقط ونظريات الى اخره، طبعا مساله مهمه، لكن كنا دائما ما نتحدث عن ضروره تاهيل الخريج الى سوق العمل كل في مجاله طبعا.
فحينما يعني يتم التوجه إلى فكرة الجامعات التكنولوجية، وكما هو مشار على موقع الوزارة هناك 10 جامعات تكنولوجية، هناك توجيه من فخامة الرئيس بالتوسع في هذا الأمر ليشمل كل بقاع الجمهورية، هي مسألة في غاية الأهمية، هي حالة من التدريب والتأهيل للخريج. وزي ما حضرتك أشرت في الخبر، يعني الجزء العملي والتدريبي 60%، بينما المعرفة اللي هي لازمة كمقدمات للجزء العملي 40%. هذا التوازن بيعيد يعني المعادلة إلى الوضع الصحيح، يخرج الخريج يجد فرص عمل. هي أيضا كما أشرنا في الخبر الأول هي مفردة مهمة للتوطين الصناعي، حينما تكون لدينا هذا الظهير للمجمعات الصناعية فيما يمثل جامعات، تكتمل أو تتكامل مفردات التوطين، يبقى الجزء الأكاديمي والجزء المعرفي بجانب الجزء العملي ثم الجزء التدريبي والورش. فبالتالي يعني هي خبر زي حضرتك يسعد، هو يسعد صحيح. طبعا يسعدنا جميعا، بس ناقصه حاجة ممكن أقول ناقصه، أن أنا أشوف التنسيق ما بين الجامعات التكنولوجية والتعليم الفني. يعني احنا التعليم الفني برضو احنا لسه بنتكلم على التعليم الفني، ما هو خريج الجامعة التكنولوجية لازم يبقى معاه عامل ماهر ايضا لو بنتكلم على ورش، لا لازم اللي بيشتغل في الورشة دي يبقى خلينا اقول يعني حرفي بجد يعني. تمام. وطبعا الجامعات دي بالمناسبة هي يعني القبول فيها 20% فقط من الثانوية العامة، بينما 80% من الفنيين الدبلومات الفنية وفوق المتوسطة، وبالتالي هو بيعيد القيمة، أو يعني مش عايز أقول يعيد عشان ما نكونش متفائلين قوي، لأنه للأسف الشديد أهم تحدي أمام التعليم الفني هو الصورة الذهنية لدى المواطن والثقافة السائدة أن التعليم الفني أقل قيمة من التعليم العام. فدي مسألة ثقافية رهيبة جدا، يجب العمل على تغيير هذه الصورة. احنا بنحلم باليوم اللي ولي الأمر فيها يسعد حينما يجد ابنه يدخل في التعليم الفني، ده للأسف ميراث تاريخي طويل. فدي تحدي طبعا كبير جدا، لكن ظني أنه الجامعات التكنولوجية هي بوابة مهمة لتغيير هذا أو هذه الثقافة والصورة السائدة المتدنية عن التعليم الفني، حينما يكون هدف وتارجت للطالب أو التلميذ في المرحلة ما قبل الجامعية أن يدخل هذه الجامعات. دي مسألة مهمة جدا، يعني تمثل بقى تطبيق عملي لما كنا بندرسه في الجامعات، تجارب متقدمة عن ما يسمى التلمذة الصناعي، إنه بالفعل الطالب هو عامل مبتكر ومبدع مستقبلا أو محتمل. أنا بالتالي هنا التوفيق والتنسيق ما بين التعليم ما قبل الجامعة والتعليم الجامعي مسألة مهمة، ويسبقهم عمل توعوي كبير جدا في محاولة تغيير الصورة الذهنية والثقافة السائدة عن التعليم الفني. يا ريت يعني كلنا بنتمنى ده. طيب خلينا نروح للشأن العربي، حيث شاركت مصر في أعمال المنتدى العربي للزراعة تحت عنوان الأمن الغذائي العربي في مواجهة التحديات، والذي يستمر 3 أيام في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بمشاركة عربية من عدة وزارات وجهات وهيئات معنية بالزراعة والمياه والأمن الغذائي. يهدف المنتدى إلى مناقشة أهم قضايا الزراعة والمزارعين لتمكين القطاع الزراعي من تحقيق الأمن الغذائي والخروج باستراتيجيات وحلول لمشاكل النظم الزراعية وتطويرها بما يتوائم مع التحديات الراهنة. دكتور ممدوح، هناخد عنوان هذا المنتدى الأمن الغذائي العربي في مواجهة التحديات، يعني خلينا نقول يمكن من الأمن يعني برضو من كل أزمة ممكن يكون لنا منحة يعني. فأنا دلوقتي خلاص احنا قدام تحديات، هل أدرك العرب أخيرا ان احنا لازم نتحد على الأقل في شيء ما لكي نحقق هذا الترابط وهذا التكامل ما بيننا وبين بعض؟ نبتدي بالأمن الغذائي، على الأقل نبتدي بالأمن الغذائي. شايف ده ممكن يكون نواة لتعاون أكبر؟ بالطبع، حالة من الحوكمة الواعية حينما نتابع المشاركين في هذا المنتدى، بنجد أطراف شتى، بنجد مسؤولين حكوميين ووزاريين،
بنجد مسؤولين على الإطار البرلماني والتشريعي، بنجد مسؤولين من منظمات دولية وإقليمية وعربية ومحلية، بنجد القطاع الأهلي وغير الحكومي، بنجد القطاع الخاص، الحقيقة خبراء متخصصين في 25 خبير في يعني محاور متعددة. فبالتالي هي مسألة مهمة هذه الشراكة، ثم أنها تأتي في ملف ليس يعني غير مهم، هو ملف مهم جدا لأن الغذاء يرقى إلى مسألة أمن قومي وفرض علينا الآن بقوة، يعني فرض بقوة، وتابعنا كم كان حاضرا في قمة المناخ في نوفمبر الماضي، تابعنا مسائل المياه وهي جزء في الملف وخطورة المياه التي ترقى إلى أيضا مسألة الأمن القومي، وبالتالي هي مسألة مهمة جدا في الموضوع ملف الزراعي ومحاولة تعديل المعادلة الزراعية بشراكة هذه الأطراف، والغذاء بأنه أو كونه يرقى إلى مسألة أمن قومي، وبالتالي بارقة أمل للتعاون العربي في دولة شقيقة وبالتالي الأردن، وبالتالي يعني جهود محمودة نتمنى أن تتكامل وتستمر في ملفات أخرى وتؤتي ثمارها يا رب. يعني يا رب. علينا كثيرا من أن الطموحات تكون كبيرة جدا وتنتهي إلى نتائج محدودة، بينما في أوروبا على سبيل المثال في أكثر من مناسبة بدأت بأفكار صغيرة وانتهت إلى النتائج كبيرة جدا. صحيح صحيح، ويعني بقول دلوقتي الظروف كلها بتحتم علينا أن احنا نتكامل ونتحد أكثر. طيب خلينا نروح للشأن الدولي بقى، حيث قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز أنها تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا، مؤكدة عدم وجود أدلة على تراجع استعداد كييف في المقاومة. واستبعدت مديرة المخابرات الأمريكية وجود أي توجه يوكراني على التراجع رغم الهجمات الروسية المتتالية على شبكة الكهرباء وغيرها من البنى التحتية الرئيسية. جاء حديث أفريل هينز خلال مشاركتها في منتدى ريغان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا. معرفش أنا استغرب التصريحات دي شوية، يعني هي مديرة مخابرات الوطنية الأمريكية بتقول كده، بس هو على أرض الواقع لا، في مازال الصراع قائم ومازال هناك ضغط روسي بصواريخ وأيضا أوكراني لسه ضرب لهم أيضا، وفي عدد كبير من القتلى الروس ضرب لهم قاعدة عسكرية. يعني الموضوع على الأرض مش بهذا الهدوء اللي بتتحدث به السيدة أفريل هينز، يعني مستغربة شوية. وطبعا يعني هذه التصريحات وغيرها ما زالت في إطار الجهود الرخوة في التعامل مع الأزمة. الحقيقة يعني كما ذكرنا مرارا وتكرارا هذه الأزمة يعني كنا نظن أن هيبقى فيه جهود والحوكمة الدولية تعمل والمنظمات الدولية، ولكن الحقيقة ما شاهدناه على الأرض الواقع وإحنا هو داخلين في الشهر العاشر بعد يعني هذه حدوث هذه الأزمة 10 شهور، هو نفخ في النار، استمرار للنفخ في النار، هو تنازل عن بذل جهود محمودة حتى من الأطراف المباشرة، لأنه طبعا زي ما كنا بنقول دايما لن نكون ملكين أكثر من ملك، إذا كانت الأطراف المباشرة ليست لديها النية الحقيقية للتفاوض الناجح الفاعل، والشروط الموضوعة من كل طرف هي بمثابة سقف عالي أمام الطرف الآخر، وبالتالي ما وضع من شروط في هذا الطرف هي نقيض الشروط الموضوعة من الطرف الآخر. فالمسألة في إطار حالة من اللوغاريتمات إن صح التعبير، ولا يبدو في الأفق بارقة حقيقية، يجب أن يعني تكون هناك معطيات ومقدمات للتعامل مع الأزمة، يجب أن الأطراف المباشرة تضع يعني هذه الخلافات جانبا وتتنازل وللوصول إلى أرض وسط. الدول الكبرى والأطراف الفاعلة يجب أن تقوم بدورها، يعني حتى يعني التخوف من الشتاء القادم، احنا دخلنا في الشتاء خلاص في هذا الشهر 22 هيبقى الشتاء، وهينشغل كثير من الأطراف في يعني الأمور الخاصة به وتزداد الأمور تعقيدا،
وبالتالي الشتاء يعني قادم والاطراف منشغله، ف يعني استمرار لحاله الازمه والتي انتجت هذا الزخم من الاثار على مستوى العالم كله. لكن طبعا ندعو الى الاستماع الى الاراء الحكيمه، ورأينا كلمة فخامة الرئيس في افتتاح قمة المناخ، وبالتالي هذه الأصوات الحكيمة يجب أن يسمع لها وتترجم بقى في إجراءات تشغيلية قابلة للتطبيق إن شاء الله. الأستاذ الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم. شكرا فندم. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل، وبعد الفاصل ما زال لدينا العديد من الفقرات، انتظرونا. برحب بحضراتكم مرة تانية. لما بنتكلم عن التنمية في مصر فاحنا بنقولش مجرد كلام، لكن كلها أفعال، يعني بنشوفها ولمسنها على أرض الواقع، ومنها مشروعات الطرق والكباري وإنشاء العديد من المحاور اللي بتعتبر من أهم ركائز التنمية للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. على مدار السنوات اللي فاتت وخلال المقبلة إن شاء الله، يعني بنشوف الحقيقة وبنتابع عدد كبير من المشروعات العملاقة اللي هتجد بالرجوع كده فلاش باك انها انطلقت مع بداية اقرار المشروع القومي للطرق منذ عام 2014، يعني بنتكلم من 8 سنين، واللي ببساطة شديدة هنقول ان هو بمثابة نواة لتنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق والمحاور اللي ساهمت وبتساهم بشكل كبير جدا في عمليات التنمية في كل ربوع مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. طبعا ده بقى بيحد من الزحام، بيساعد على تقريب ساعات السفر، بيوفر الجهد والطاقة، وبيوفر حاجات كتير قوي وليه العديد من المميزات اللي جعلت كل العالم، مش بتكلم بس في الداخل، ينظر ليك بانبهار. طبعا بقى ده ناهيك بقى عن مشروعات القطار الكهربي بقى والمونوريل والطفرة في النقل الذكي، واللي بتقع ضمن مشروعات الطاقة الخضراء، واللي أكيد ليه مساهمة كبيرة جدا في إنجازات مصر الحالية وإن شاء الله هتكون مستقبلية. حول هذا الأمر بيكون ضيفنا اللي منورنا في صباح البلد الأستاذ الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويس. صباح الفل دكتور عبد الله، منورنا في صباح البلد. ربنا يخليك يا فندم، وأهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام. دكتور عبد الله، خلينا نبتدي من إمبارح. امبارح كان عندنا افتتاح مهم جدا، محور المشير فخري ابو ذكري، وهذا المحور احنا مش بنتكلم عنه كمحور طرق فقط وطريق فقط وحارات متسعه وهذا الشكل المبهر، ومش بنتكلم عنه بس ان هو شريان هام بربط اسكندريه بالساحل الشمالي وامتدادها العمراني، وكمان بيخدم على اعمال التوسعه الجاريه في موانئ اسكندريه والدخيله وقباري وغيرها، لكن بنتكلم ان في منطقه استثماريه ضخمه. تمام. في زمن قياسي، يعني في وقت كمان بيتنفس في زمن قياسي في وقت شديد الحساسيه. صحيح. جائحه كورونا، الازمه الروسيه الاوكرانيه وتبعاتها الاقتصاديه والعديد من هذه الامور. صحيح. كيف ترى هذه الانجازات على ارض الواقع؟ طبعا باعتبار حضرتك متخصص في هذا الامر وكمان علاقته بالتنميه في مصر بشكل عام. يعني خلينا نقول ان ما يحدث في مصر منذ ظهور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو حلم كنا بنحلم بيه كلنا كمصريين. ما فيش سقف لتحقيق كل ما هو مطلوب لتحويل مصر دولة عصرية متطورة وحديثة بمفاهيم جديدة. وخلينا نقول ان المشروعات القومية مش بتتم بمعزل عن بعضها البعض، ولكن بتتم بحيث ان يتم الربط بينها وبين بعضها في النهاية لتطوير الدولة المصرية بالكامل على كافة انحاء وأرجاء الدولة المصرية في كل شبر فيها، سواء في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب. لما نيجي نتكلم على المدن الكبيرة زي القاهرة الكبرى والأسكندرية، أصبحت مدن مغلقة جراجات كبيرة نظرا لزيادة الكثافات السكانية بشكل كبير وثبات محاور الطرق الموجودة أو محاور النقل اللي موجودة فيها وبدائل النقل اللي موجودة فيها لعصور طويلة ما تمش البناء في هذا المجال. فكان في حتمية التطوير على ما هو قائم وإضافة بدائل ومحاور جديدة. محور التعمير أو محور المشير فخري فؤاد أبو ذكري هو أحد أهم المحاور اللي بيتم عملها، وده نظرا لصعوبة تنفيذ هذا المشروع اللي بيمر من بحيرة ماريوت والملاحات وأماكن فيها الأرض الطبيعية موجودة أصلا طبيعتها صعبة جدا تستعليها. وكان عامل التحدي الأكبر كمان هو عامل الزمن، وده هو التحدي الأكبر في كل المشروعات القومية اللي مصر أنهت كتير منها طبقا لجدول
تداول زمنيه غير مسبوق بيشهد لها العالم كله. كان مشروع المشير فؤاد ابو ذكري من ضمن المشروعات هو طريق 35 كيلو، دي المرحله الاولى، في مرحله ثانيه 15 كيلو. المرحله اللي تم تنفيذها 35 كيلو دي كان طريق قائم ست حارات، ثلاث حارات في كل اتجاه، تم تطويره ليصبح 18 حاره، تسعه في كل اتجاه، خمسه للملاكي واربعه للنقل. وخلينا نقول ده مفهوم وفلسفه جديده اتجهت ليه الدوله المصريه بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفصل حركه النقل عن الملاكي، وده لزياده رفع درجه السلامه على الطرق والحفاظ على الارواح والحفاظ على شبكه الطرق، لان الاحمال بتاعه النقل مختلفه عن الملاكي، فتخصيص حاره وتجهيزها لتحمل هذه الاحمال بشكل كبير ده بحافظ على شبكه الطرق اللي عندي. بالاضافه لان هذا المحور بيخدم اهالي الاسكندريه، بيتنقل دلوقتي من قلب الاسكندريه لمنطقه مطار برج العرب في 12 دقيقه تقريبا، ده طبعا رقم خيالي، وده الهدف الاساسي لكل المحاور اللي بتتعمل، هو تقليل ازمات انتقال، تقليل الكثافات المريه، وبالتالي تقليل التلوث اللي كان بيحدث نتيجه للكثافات المريه العاليه على المحاور. خلينا نقول ان مدينه الاسكندريه التوسع العمراني الطبيعي ليها في الناحيه الغربيه المنطقه اللي بدا العمل فيها، وامبارح تم افتتاح كتير من المناطق اللي بيتم اعدادها لانها تكون مناطق سكنيه وامتداد طبيعي لمجتمعات جديده غرب الاسكندريه. الطريق غير ان هو طريق بيخدم، اتعمل حواليه 12 منطقه استثماريه، في 10,000 فرصه عمل بشكل مباشر، 30,000 فرصه عمل بشكل غير مباشر، وهي دي القيمه المضافه لهذه الطرق. دكتور عبد الله، الطريق نفسه كان شغال فيه 46,000 مهندس وفني وعامل كفرص عمل بشكل كبير، وخلينا نقول انه زي ما حضرتك تفضلتي اتعمل في زمن قياسي في ظل يعني ازمتين كبار جدا، ازمات العالم كله بيمر منها، الركود الاعلامي نتيجه لجائحه كورونا، ثم وصولا للحرب الروسيه الاوكرانيه وتبعاتها من الاقتصاديه اللي موجوده على العالم كله، الا ان مصر بتسير بثبات في كل المشروعات بتاعتها، في سواء في المشروع ده او غيرها من المشروعات. ومدينه الاسكندريه خلينا نقول انها كان ليها حظ وافر من المشروعات، نظرا لانها كانت محتاجه لده، سواء من انفاق او كباري او تطوير لمجتمعات عمرانيه جديده شرق او غرب. المنطقه الغربيه زي ما سيادتك تفضلت بمحور فؤاد ابو ذكري وكل الاستثمار حواليه، والمنطقه الشرقيه ومدينه ابو قير الجديده، ودي مدينه مهمه جدا بيتم تطويرها بالكامل. دخول مترو الانفاق في الاسكندريه كبديل من بدائل النقل الاخضر اللي حضرتك تفضلت فيها في المقدمه، وده كان مطلوب في الاسكندريه. تطوير ترام الاسكندريه وتحويله بالكامل على طول المسافه 34 كيلو ونص، تطويره بشكل كامل، تطويره كهرباء خط السكه لابو قير وتحويل المترو لخدمه مدينه ابو قير الجديده، كل دي افكار لخلخلة الكثافات المرية الموجودة، ومحاور كتيرة تم عملها تم ذكرها بالأمس، سواء يعني خلينا نقول في عندي كذا محور اتعمل لخدمة مدينة الإسكندرية، سواء الطريق الزراعي، الطريق الصحراوي، القاهرة الإسكندرية الزراعي أو القاهرة الإسكندرية الصحراوي، تطويره بالكامل، محور التعمير، عندي محور عمر سليمان، كلها محاور وكباري لفك الشبكات الكثافات المرية اللي كانت في مدينة الإسكندرية. دي حقيقة فعلا، وخصوصا ان مدينة الإسكندرية هتبقى من اهم نقاط الارتكاز في حركة التجارة العالمية والموانئ اللي بتتم بعد انتهاء قطار الكهرباء السريع، مظبوط، اللي هيربط بين السخنة الإسكندرية. السخنة كمنطقة ابعد على البحر الاحمر، والإسكندرية نقطة قريبة جدا من الأسواق الأوروبية، هتبقى من اكبر المناطق الاقتصادية على مستوى العالم. بيتم تجهيز المنطقة دي بالكامل بالمنطقة الشمالية الغربية وإعدادها وتوفير أسباب الانتقال للخروج من المدن العالية في الكثافات السكانية. عندي 2.8 مليون فدان، دي دولة تانية بيتم تجهيزها في المنطقة الشمالية الغربية. المحور بيربط الإسكندرية بمنطقة المواني بالطريق الساحلي الدولي اللي المفترض أنه هيستكمل ليربط بشمال أفريقيا بالكامل. فدي كلها أنت بتوفري أسباب التنميه المستدامه اللي هتتم في هذه المنطقه. بذكر حضرتك دكتور عبد الله لجزء في كلامك هو ليه علاقه بالسلامه، وازاي ان دي فلسفه جديده في الطرق المصريه، صحيح، وهي فصل النقل عن الملاكي، صحيح، واصلا يعني كل الخطوات اللي بيتم اتخاذها في الوقت الحالي في المحاور والطرق المتعدده في جمهوريه مصر العربيه بيكون هدفه في النهايه ان انا ازاي اجذب استثمارات، طبعا ده ناهيك كمان عن الهدف الاصلي وهو، صحيح، تخفيف الكثافات المروريه، صحيح، في المدن والعواصم اللي كانت مقتصره
خاصة بالسكان وبالمرور بشكل عام. خليني أقول لحضرتك أن يمكن واحدة من التقارير اللي احنا كنا بنشوفها دلوقتي بمنتهى الفخر والعزة، احنا كنا لسنوات كتيرة جدا من قبل 10 سنين، يعني فضلنا سنين كتيرة مصر رقم واحد في حوادث الطرق، ولكن هذا الأمر تبدل صحيح. تماما في التقارير صحيح. الأخيرة صحيح. هنتكلم على تقدم مصر 90 مركز عالمي في جودة الطرق صحيح. بنتكلم على أن انخفاض حوادث الطرق بنسبة حوالي 29%، فدي نسب مهمة جدا، بالإضافة أن مصر خرجت بره الريد زون أو خارج المنطقة صحيح. الحمراء في حوادث الطرق. علشان نوصل للمرحلة دي دكتور عبد الله، أكيد يعني المهندسين والفنيين والعاملين المصريين مروا بتحديات كثيرة صحيح. أما هذه التحديات التي يمر بها هؤلاء، الحقيقة اللي احنا بنقدم لهم كل التحية والتقدير من اللي نفذوا هذه المحاور في كل ربوع مصر عشان نعرف احنا كمواطنين قيمة الطرق والكباري والمحاور الرئيسية اللي بتتعمل قد ايه، هم واجهوا صعوبات عشان يوصلوا للمرحلة دي. خلي بال حضرتك كل فرق العمل الموجودة سواء مهندسين او فنيين او استشاريين بيعملوا في هذه المشاريع واقفين بيحلوا في مشاكل على مدار الساعة بتقابلهم، ولازم بيجيبوا حلول، وده دايما المتابع احدث الاساليب العلميه لحل هذه المشاكل وتطبيق اعلى معايير ضبط الجوده والامان في عمليه التنفيذ والمراقبه القويه جدا، سواء كان من المكاتب الفنيه الموجوده للشركات المقاولات او من المكاتب الاستشاريه التابعه للجهه المالكه لتطبيق اعلى معايير ضبط الجوده والسلامه المهنيه اثناء التنفيذ، وده دايما توجيهات السيد الرئيس بكده. وخلينا نقول احنا كتير من المشروعات اتخذ فيها صور، كان احد العمال تابع لشركه منعرب كان في المونوريل اللي في 6 اكتوبر واتنشرت انه بيتبع اعلى معايير السلامه المهنيه في عز الحر، واقف بيشغل وبينزل احد البايلز اللي كانت بتتعمل للاعمده بتاعت المونوريل. فخلينا نقول احنا مهارات مكتسبه فرقت كتير جدا في كل المستويات في المجال الهندسي لكل فرق العمل الموجودة، وأصبحت مطلوبة لتطبيق مثل هذه التجربة مرة أخرى في كثير من الدول المجاورة سواء الدول العربية أو الدول الأفريقية، وبالأخص في الدول الأفريقية اللي عايزة تطبق نفس حتى يمكن بنفس المسميات العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها صح. من المشروعات القومية أكيد. فده ومصر دلوقتي شغالة في كذا مكان العمل سدود بالظبط كده، وكتير من المشروعات اللي بتتم دلوقتي في أفريقيا بأيدي عاملة مصرية العالم كله انبهر بالتم في الفترات السابقة، وخلينا نقول ده بفضل القيادة الأمينة والحكيمة المخلصة المتواجدة دايما في وسط أبنائها على مدار الساعة بالتوجيه لتذليل أي عقوبة صعوبات بتتم على الأرض، وتنسيق وتناغم غير عادي بين كافة الهيئات المشتركة في المشروعات القومية. يعني عندي الطريق الدائري كم من المرافق غير عادي سواء الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، التليفونات، بيتم التنسيق بين كل هذه الهيئات مع بعض في وقت واحد. طب في عجاله كده يا دكتور عبد الله، يعني احنا تابعنا COP27 ومشروعات النقل الذكي والاتفاقيات اللي مصر ابرمتها مع العديد من الشركاء الدوليين وكبرى الشركات العالميه في مجال النقل الذكي، في عجاله يا دكتور عبد الله كيف ترى اجراءات مصر في الخطوات الاستباقيه التي تتخذها الان نحو النقل الذكي والطاقه الخضراء النظيفه؟ بلا شك مصر حطت خطة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 برصد ميزانية لم يسبق لها مثيل على مدار تاريخ الدولة المصرية، 837 مليار جنيه لتطوير منظومة اللان الأخضر بالبناء على مواقع. مصر كانت من أوائل الدول اللي بدأت في الدخول للنقل الأخضر في تمنيات هذا القرن بمترو الأنفاق، فبدأ تطوير اللي موجود، زيادة الأطوال للخطوط اللي موجودة، إضافة خطوط جديدة، عمل بدائل جديدة زي القطار الكهرباء الخفيف والسريع والمونوريل، التوجه لمبادره السيد الرئيس للسيارات الكهربائيه والاتوبيسات الكهربائيه البي ار تي والاتوبيس الكهربائي اللي تم وكان بيعمل في شرم الشيخ في المؤتمر وتصنيعه بالكامل في العربيه التصنيع. خلي بالك دايما توجه الدوله مش فقط الانشاء ولكن دايما التصنيع، لتصبح مصر من اهم مراكز الصناعه في هذه التكنولوجيا الجديده، تخصيص 300,000 متر مربع شرق بورسعيد لانتاج وحدات خاصه بالمينوريل والقطار الكهربائي الخفيف وغيرها من الوحدات اللي بتتجه ليها العالم كله هو النقل الاخضر. التعاون مع شركة ميرسك العالمية في عمل محطة من أكبر محطات تموين، محطة مركزية في حركة التجارة العالمية في قناة السويس لتموين السفن بالهيدروجين الأخضر، كل ده كان تم تجهيزه. وخلينا نقول مصر خدت مشروع من أفضل مشروعات على مستوى العالم في 2022 في مجال الإنر الأمريكية اللي هي محطة الرياح في راس غارب، أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في بنبان في أسوان
رمضان. فكل دي ملفات مصر كانت عامله الهوم ورك بتاعها كويس قوي مجهزه ده. وكتير المشروعات اللي تمت وبتتم على ارض الواقع كلها كانت معده لتلقي الاستثمارات لاستكمال هذه المشروعات. اكيد سواء طاقه الرياح او الطاقه الشمسيه او الهيدروجين الاخضر، كل ده بيدل على رؤيه مصر الاستباقيه في التحول نحو الاقتصاد الاخضر. الحقيقه على قدر المحاور والطرق والتعمير اللي بيتم في مصر والتنميه، كنا محتاجين وقت الفقره يكون على نفس التوازي، لكن ده اكيد بيحتاج حلقات وحلقات. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الدكتور عبد الله ابو خضر، استاذ هندسه الطرق بجامعه بني سويف، شكرا جزيلا. يفضل. شكرا حاجه فن، ربنا يخليك. اشكركم مشاهدينا على المتابعه. مصر مش بس شغاله في الطرق وتنميه المحاور والكباري، لكن مصر شغاله بالتوازي في كل القطاعات، تعليم، صحه، صناعه، زراعه، استثمار، وان شاء الله هنشوف بلدنا في المكانه اللي تستحقها قريبا باذن الله في المستقبل. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا ولكن بعد هذا الفصل. صباح الخير وصباح رضا وصباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. أعتقد أن معظم الناس شايفين التغيير اللي بيحصل حواليهم، وشايفين كمية الاستثمارات المهولة اللي بتحصل على أرض مصر. وضيف النهاردة هو أحد رواد التطوير العقاري في صعيد مصر، وتحت مظلة شركة العربي يوجد العديد والعديد من الاستثمارات والمشاريع اللي تعتبر دلوقتي أو يخليها تعتبر أهم ومن أهم العناصر في تكوين وتشكيل جمهورية مصر العربية 2030. هنعرف كل حاجة عن المشاريع السابقة والمشاريع المستقبلية، وعن ضيفي اللي يعتبر عمل إنجازات كتير جدا 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 تؤهله إن احنا نقول عنه إن هو أهم وأكبر المستثمرين في التطوير العقاري. معنا المهندس محمود العربي، رئيس مجلس إدارة شركة العربي للتطوير العقاري. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، عامل إيه؟ الحمد لله. بنتكلم على إن حضرتك تعتبر حاليا رائد من رواد التطوير العقاري خاصة في الصعيد وجنوب الصعيد. نتكلم على سن صغير برضه، في فترة وجيزة جدا قمت بمشاريع كتير قوي، وبرضه في سن صغير، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة فخر لينا كلنا. كلمنا عن رحلتك دي في البداية كده، خدنا معاك كده من البداية، ايه اللي حصل بالظبط وكان اول مشروع ايه؟ كلمنا كده حاجة بسيطة. ومبدئيا مهندس محمود العربي، رئيس مجلس إدارة شركة العربي للاستثمار العقاري من محافظة جنة. رحلة شغلي ابتدت من 2016، وده من حسن حظي، كان في انطلاق مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030 فبراير 2016، فده كان من حسن حظي. فالحمد لله ابتديت بمزرعة العربي وابتديت مشروعات الشركة. الحمد لله عملنا مشروع وعملنا الثاني وعملنا الثالث والحمد لله. بس في فترة صغيرة جدا اخترت كمان موقع معين، وهو قلنا في قنا وجنوب الصعيد. اشمعنى الصعيد؟ اشمعنى الصعيد؟ لان الصعيد بيفتقد مستثمرين ويفتقد مطورين عقاريين، وبعد كل وقبل كل ده بلدي. طب انت شايف ان هي مهملة، ان هي تعتبر ان هي لا تستحق استثمار اكتر وتستحق تسليط الضوء عليها اكتر؟ طبعا محافظة جنة تحتاج، وجنوب الصعيد عامة، من اول نبتدي من اول اسيوط وسوهاج وجنة والاقصر واسوان، كل محافظات الصعيد تحتاج مطورين عقاريين وتحتاج مشروعات خدمية ومشروعات سكنية. ان احنا نبتدي نشتغل فيها باذن الله. طيب بما ان حضرتك احد رواد التطوير العقاري، اكيد ليك رؤيه معينه او منظور معين لمبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، رؤيتك ايه؟ رؤيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدت في فبراير 2016، وكان اعتمادها على عاملين: التنميه المستدامه الشامله والتنميه الاقليميه المتوازنه. البعدين دول بيعتمدوا على ثلاث أبعاد: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. الثلاث أبعاد دول اللي احنا اوريدي بنشتغل عليهم حاليا. تمام. ده لو اتكلمنا في البعد الاجتماعي، ان معظم الشعب المصري دلوقتي بيقدر يشارك في الحياة السياسية، في الحياة الاجتماعية، ونقدر نقول برضو حاجة تانية، ان ده بيرجع بعائد على الاقتصاد بتاعنا. اكيد احنا شايفين دلوقتي مشروع حياه كريمه ما شاء الله. طبعا كان الهدف منه ان الناس كلها
تعيش حياة غير زمان، غير الفقر واللي كلنا شايفينه دلوقتي. ما شاء الله مدن جديدة، منصورة جديدة، الصعيد برضو عندنا عندنا جنة جديدة، عندنا سواج الجديدة، عندنا الأقصر الجديدة، مدينة طيبة، أسوان الجديدة. دي هي فكرة التنمية المستدامة اللي احنا بنطبقها حاليا. وشايف طبعا ان مع كل هذه المشاريع الموجودة او اللي اتعملت واتسلمت طبعا ده قضى على نسبة كبيرة جدا من البطالة طبعاً. يعني انشغلتوا الشباب كتير جدا، كلمنا على الجزئية دي. اقول لحضرتك حاجة، معنى ان احنا نعمل مدن جديدة ونعمل مشروعات اسكان ونعمل مشروعات خدمية، كل ده بيفتح افاق للشباب انه يشتغل. وحاجة تانية عايز اوجهها برضو لاخوات الشباب اللي خط الصعيد، ما تعتمدش على انك تنتظر وظيفة، لا. ابني نفسك. انت محتاج ايه؟ محتاج ارض تعمل عليها مشروع، وده الدولة بتوفره. يعني الدولة بتدي تسهيلات للشباب ان هم يستثمروا ولا طبعاً. بتدي فقط للمستثمرين؟ طبعا من اسهل ما يكون انك تقدر تقدم وتاخد قطعة ارض تبني عليها مشروعك. ده زائد ان هو بيديك فترة سماح لغاية 5 سنين، يعني ابتدي اعمل اللي عليك والباقي بتاع ربنا مش بتاعك انت. طيب نتكلم بقى على المشاريع اللي خلاص اتعملت اللي هي اتسلمت، احكي لنا عنها شويه. احنا ابتدينا اول مشروع كان لينا مزرعه العربي، دي من خلال قانون التقنين. تمام. كان في 2017 الحمد لله نسقنا مزرعه بتنتج مواد العطريه، زيج جوبا، الحاجات اللي بنقدر نصدرها. ده شكل المزرعه؟ ده شكل المزرعه حاليا. بعد ما كانت صحراء الاول الحمد لله، ابتدينا بعد كده دخلنا عملنا مشروع 2007. دي فين بالظبط؟ دي يعني 8 كيلو من محافظه جنة الجديده. 8 كيلو من محافظه جنة؟ محافظه جنة. معانا هنا سكاي سيتي. سكاي ده برضو احدى المشاريع بالظبط. ده كان اول مشروع تجاري. ايوه. في محافظه جنة، وده اللي بيخلينا اننا نكون اول مطورين عقاريين في محافظه جنة. ان كان اول مشروع خدمي بيتم من خلالنا. دي المرحله النهائيه اللي زي ما حضراتكم شايفينها، وده المول اللي هو لافي. دخلنا بعد كده عملنا مشروع 2020 لافي مول. اوكي. ده برضو في مدينه جنة الجديده الحي الثاني. والحمد لله تم منه في حدود 35% من الكونستراكشن، وربنا يكرمنا ونعمل مشروع ثالث باذن الله هيكون قريب. تجاري، اداري، سكني. طب احنا اكيد بنتكلم على لما بنيجي ننفذ مشروع بنقول احنا عايزينه بمعايير معينه عشان ننافس بقى ايه على مستوى عالمي. ايه المعايير اللي احنا كنا مهتمين ان هي تكون موجوده مثلا سواء في المول او في السيتي اللي هي سكاي سيتي؟ يعني كنا ماشيين على المعايير العالميه عشان نقدمها للناس ولا ايه بالظبط؟ طبعا هو لازم الناس تلاقي مشروعات تقدر توجه اليها، تشتري، تستثمر. العقار هو الاستثمار الآمن في الوقت الحالي للناس، سواء كان تجاري، سواء كان إداري، سواء كان سكني. العميل عايز مصداقية. أكيد طبعا. عاوز أنا احنا دايما عندنا في الشركة بنعمل زيارة ميدانية للعملاء كل 3 شهور. العميل لازم يعرف أنا بدفع فلوس لازم أشوفها بعناية، فين الفلوس دي؟ أكيد. عشان أبقى مطمن في استثماري، وده كان هدفنا في البداية، المصداقية مع العميل. طب هل ده مثلا من العناصر او من الحاجات اللي بتقدمها شركه العربي للعملاء بتوعهم ولا لا؟ بالظبط. بتقدم ايه تاني بقى؟ احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنقدم استشاراتنا الهندسيه كمطور عقاري. بنقدم مشروعاتنا، عندنا تجاري، وان شاء الله كمان 3 شهور هنفتح سكني واداري باذن الله. سكني واداري؟ واداري. اوكي. طب السكني بقى احنا بنتكلم الشباب بالزبط. يعني في شباب كتير برضه عايز تشتريها، يعني حاجه كويسه بمستوى حلو برضه تعيش فيه باسعار كويسه، هل ده هيبقى موجود ولا مش هيبقى على قد ايد المواطن المصري البسيط؟ اقول لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه للسكني ده دور الدوله اكتر. واللي هو ما شاء الله يعني كل 3 شهور الدوله بتطرح وحدات سكنيه وباسعار يعني نقدر نقول رمزيه. دي حقيقه. احنا بنساهم وبنساعد مش اكتر كمستثمرين بالنسبه للسكني، لكن احنا دورنا كمستثمرين بالنسبه للمشروعات الخدميه اكتر. بنساعد برضو مع الدوله في حاجه زي كده، لكن كسكني اسعارنا الحمد لله بتبقى متوازنه شويه ومقبوله، وبندي فترات سماح كويسه، يعني يقدر الموظف العادي يقدر يسدد معانا. طب هل ممكن نقول ان وزاره الاستثمار او هيئه المجتمعات العمرانيه ليها دور في جذب المستثمرين ولا ملهاش؟ طبعا هيئه الاستثمار
بتيسر وبتسهل كل الافاق للمستثمرين انهم يقدروا يسجلوا كشركات صغيره ويبتدوا ياخدوا مشروعات ويشتغلوا. ده غير ان احنا برضو بنحاول على قد ما نقدر ان احنا برضو يكون في مستثمرات اجانب يكونوا معانا ان شاء الله في المشروعات القادمه. طب بيجذبوهم ازاي بقى؟ يعني ازاي بجذب المستثمر الاجنبي ان هو يجي ويعني برضه يدفع مبالغ طائله علشان يشوف مشروع معين؟ ازاي الدوله بتقدم تسهيلات وكمان ازاي شركه العربي بتبقى جزء من ده؟ اقول لحضرتك حاجه، الدوله من تنفيذها لمشروعاتها ده وسيله جذب لوحدها. ده اكيد لما يكون المستثمر شايف الدوله في اتجاه حضاري كويس غير اللي احنا كنا بنشوفه زمان. ده اكيد ده بيجذب المستثمر ان هو لا انا اروح في مصر وانفذ مشروعات فيها لان عارف العائد المادي بتاعي هيكون ايه. احنا عندنا في الشركه عندنا قسم من اقسام الشركه القسم الهندسي وقسم القانوني بيسروا ده وبيتواصلوا مع المستثمرين الاجانب انهم يطرحوا لهم الافاق ويطرحوا لهم قطع الاراضي المتاحه للدولة، وده بيكون من أسهل ما يكون إن المستثمر يقدر ينفذ مشروع في مصر عامة. في مصر عامة. يعني الموضوع بقى فيه تيسير كتير جدا على المستثمرين. طبعاً. الموضوع طبعاً. مش معقد. طبعا. طيب هل شركة العربي سعت إن هي تكون في تشكيل جمهورية مصر العربية 2030 أو تبقى جزء وعنصر هام في الصورة ده والإطار ده ولا لأ؟ إحنا حاليا بنسعى لده. وكل مشروعاتنا دي بتقول ان احنا ماشيين في نفس الاتجاه ونفس النمط اللي الدوله ماشيه فيه. التطوير التطوير العمراني. ده بيجي من خلال المشروعات اللي بتتم على ارض الواقع ومن خلال مساعده العملاء قبل المستثمر. يعني احنا دورنا كمستثمرين ان احنا نسهل للعميل ده ان العميل يقدر يلاقي الفرص المتاحه سواء في جنوب الصعيد او سواء في القاهره. برضو بنلاقي ده في القاهره في مدينه العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه طبعا معظم العملاء بتتجه لهناك، معظم المستثمرين بينزلوا هناك. معظم الدول الاوروبيه بتنفذ مشروعات في العاصمه دي الاداريه. دي حاجه بكره وبعده كلنا هنشوفها باذن الله. طيب شايف اتجاه الدوله رايحين على فين؟ احنا دلوقتي شايفين كل حاجه جديده، بالذات ان انا بتكلم مش في اي حاجه، انا بتكلم في جزئيه التطوير العقاري. يعني احنا كل يوم بنشوف مشاريع احنا ما كناش نحلم اصلا ان هي تبقى شكلها كده على ارض الواقع، بقت موجوده وبقت الناس بتتعامل معاها على اساس ان هي، احنا ما كناش مصدقين ان المعايير العالميه دي هتتنفذ على ارض مصر. مصر رايحه نحو او يعني ممكن اقول ان هي اوريدي موجوده في التنافس العالمي في مجال التطوير العقاري، مع ولا ضد ده؟ احنا رايحين لنقله حضاريه محترمه. الدولة كلها رايحة النقلة هنشوفها لينا وأولادنا. يعني أولادنا اللي هيشوفوهم ولا إحنا اللي هنلحق؟ وإحنا هنشوفهم. إحنا يعني حالياً في الوضع الحالي كلنا عايشين سواء في المدن الجديدة اللي تمت قبل كده، المدن الجديدة اللي بتتم حالياً. نقدر نقول زمان ما كناش بنشوف المدن دي، كنا بنعيش في عشوائيات. دي حقيقة. دلوقتي ما شاء الله أغلب المدن الجديدة بقى العدد الإسكان فيها كويس جداً. ده غير ان الدوله واخده اتجاه النمطي الافقي. بمعنى الاول احنا كنا بناخد الاتجاه النمطي الراسي. الابراج. لما اخذ السيد الرئيس القرار ان هو بنقف الابراج السكنيه، ده كان قرار سليم. ليه؟ عشان ناخد ليه شايف يا باشمهندس سليم؟ اقول لحضرتك ليه؟ عشان لما ناخد الاتجاه النمطي الافقي كده بنتوسع اكتر. اوكي. احنا عندنا ارض كبيره في مصر، مصر مش صغيره، مصر كبيره. فلما بناخد بنتوسع اكتر بيتم عمران وبيتم مشروعات وبنوصل ان احنا نوصل في الاخر خالص للبعد البيئي اللي اتكلمت عنه في البدايه. يبقى احنا كده كوننا البعد الاجتماعي وكوننا البعد الاقتصادي واخر حاجه البعد البيئي. فاحنا ماشيين في استراتيجيه محترمه جدا وان شاء الله تكون خير لينا ولمصر كلها ان شاء الله. طب لا يعني انا دايما بقول ان حضرتك اهم رائد من رواد التطوير العقاري. انا عايزه نصيحه كده للشركات العقاريه اللي بتتفرج علينا في الباث او الطريق اللي حضرتك اخذته اللي كله نجاح.
يهتموا بإيه؟ يركزوا على إيه؟ علشان يوصلوا للنتائج مبهرة زي ما احنا شايفين. مبدئيا شكرا ليكي، بس عايز أقول لكل أصدقائي وزملائي في السوق العقاري سواء في جنوب الصعيد أو في القاهرة، المصداقية قبل كل شيء. يعني المصداقية مع العميل ولا المصداقية مع أنفسهم؟ المصداقية مع العميل. يعني العميل عاوز يشوف من حضرتك تنفيذ على أرض الواقع مش أكتر. ابتدي اشتغل، هتلاقي العملاء كلها معاك وصبرت ليك. قصدك أنه لازم كل فترة أن يوري العميل طبعا على الواقع ايه اللي بيحصل، يبقى معاه في كل الخطوات. طبعا ليه؟ العميل بيشتري وبيتم التسليم مش قبل 3 سنين زي ده، زي التعاقد اللي ما بيننا وبين هيئه المجتمعات. فثلاث سنين فتره زمنيه كبيره للعميل، الفتره كفتره سداد. طب انا بدفع فلوس دلوقتي عاوز اشوفها، ده حق الفلوس دي فين؟ حق العميل فعلا صح. طب الفلوس بالنسبه للعميل ايه؟ كونستراكشن، انشاءات، كونستراكشن عشان اقدر استلم. مصداقيته، مصداقيته في الانشاءات ومصداقيته في التسليم. يا رب ان هم يركزوا على الجزئيه دي فعلا ويقوموا بالاهتمام بجزئيه المصداقيه مع العميل، لان فعلا فعلا مفتقدينها. ونورتنا النهارده يا باشمهندس محمود، يعني فخر ليا ان انا اعمل لقاء ده مع حضرتك. شكرا لك. بشكر المهندس محمود العربي رئيس مجلس اداره شركه العربي للتطوير العقاري. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.